قبل 4 أشهر من انطلاق التظاهرة الكبرى قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، تشهد الولاية حركية كبيرة في مختلف الورشات الجارية الأشغال بها، وتتعلق بالهياكل الثقافية الجديدة وورشات إعادة التأهيل ومشاريع مرافقة تخص التحسين الحضري لشوارع وأحياء المدينة الرئيسية. هذه المشاريع تعرف متابعة خاصة من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية السيد حسين واضح. عمليات المؤهلة للاستلام، قاعة عروض، ممكن قصر المعارض، الخليفة، ملك حداد، والمسرح بطبيعة الحال، وبدون شك مركز الفنون والمدرسة، وكذلك المركز اللي تم تحويله إلى مركز للفنانين وللحرفيين. يعني هذو هما مجمل العمليات. قاعة العروض الكبرى التي تتسع ل3000 مقعد هي من أهم المنشآت التي تعززت بها الولاية، وتعتبر اللبنة الأولى لقطب ثقافي هام بمنطقة زواغ سليمان، والأشغال بها على قدم وساق من أجل وضع اللمسات الأخيرة، حيث سيتم قريبا تركيب التجهيزات الفنية والتقنية. وهو ما يوضحه السيد مراد بن حسين مدير التجهيزات العمومية في ميكروفون الزميل نبيل بوشامة. ما فيما يخص المشاريع الجديدة وأبرزها قاعة العروض والتي تقع على عالي قسنطينة، ألا وهي قطب الثقافي زواغي عين البين، وتمتد هذه القاعة على مساحة تتربع ما يقارب 70,000 متر مربع. أما فيما يخص القاعة بحد ذاتها فهي إنومبريز أصول متاع 14,000 متر مربع، أما فيما يخص المساحة المبنية فهي 43,000 متر مربع. فيما يخص لا كونسيستانس دي ترافو دو سيت سال دو سبيكتاكل، كونستيتوي دو اون غراند سال دو سبيكتاكل لتلتلاف مقعد، وقاعتين صغرتين، واحدة 300 مقعد والأخرى 150 مقعد. فيما يخص المساحات والمرافق التابعة لهذه القاعة الكبرى، هي أولا فيها فضاءات للفنانين، فيها فضاءات للترفيه، فيها فضاءات أيضا للعرض، لأن فيه مساحة un hall d'exposition un peu plus de 6000 متر كاري. عندنا فيما يخص القاعة وهي مجهزة بست مصاعد، وخاصة مخصصة، اثنين منها مخصصة إلى الأشخاص ذوي الاستحقاقات ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا فيما يخص أيضا عندنا 3000 مقعد، فيها هناك ثلث المقاعد ويسمى بليسياج إسكاموتاب، وهي تعطينا الفرصة بأن نكبروا أكثر من 6000 متر مربع فيما يخص لسان. يوم فار إكسر إسكاموتابل هنا أن أندروا إيجالمان بور لي بيرسون أريدويت موبيليتي ريدويت كي فون أتر براتيكمون أو برومي إيتاج أو برومي أو نيفو دو ريد شوسي دو لا سال دو سبيكتاكل. قصر المعارض والذي سيمتد على ما يقارب 13 هكتار، منه اللي 3 بافيون في البدء. اون برومي ليو اون فا رياليزي لو بافيون سنترال اي لو دو اي لي دو بافيون لاتيرو سا فون سويفر جوست ابري ليفينمون. دار الثقافة محمد العيد الخليفة وقصر الثقافة مالك حداد، فضاءان أعيد تصنيفهما لكي يحتضن مختلف العروض والنشاطات المبرمجة طيلة عام كامل من الاحتفاء بالثقافة.
إضافة إلى هذه المنشآت، تتواصل الأشغال بورشات مركز الفنون ودار الحرف بإعادة التهيئة والتأهيل لكل من مقري الولاية والأروقة سابقاً المتواجدين بالقطاع المحفوظ بالمدينة القديمة، إلى جانب متحف للفن والتاريخ ومكتبة حضرية بباب القنطرة ومتحف للشخصيات التاريخية ومقره المدرسة. فندق ماريوت ذو الخمس نجوم التابع للسلسلة الفندقية الأمريكية من أبرز البرامج المرفقة المدرجة استعداداً لهذه التظاهرة، سيكون حاضراً لاستقبال ضيوف مدينة الجسور المعلقة إلى جانب المنشآت الفندقية الناشطة بالولاية في انتظار استلام فندقي بانوراميك المزمع في مايو 2015 وسيرتا في نوفمبر من نفس السنة. ولتكون قسنطينة جميلة وجذابة تعكس صورة الجزائر، سطر برنامج ضخم للتحسين الحضري يستهدف تهيئة وتثمين المباني القديمة بوسط المدينة، وتشمل الأشغال تأهيل العقارات القديمة بإصلاح الأسقف وكتامة السطوح وتجديد الواجهات، وتم في هذا الصدد برمجة ما مجموعه 434 عقاراً مبنياً بأبرز شوارع وأحياء وسط مدينة قسنطينة ومحيطها، ترافقها أشغال تعبيد الطرقات والأرصفة وتهيئة الساحات العمومية ومداخل ومخارج المدينة. المدينة القديمة ذاكرة قسنطينة تحظى هي الأخرى بعمليات ترميم من شأنها إعادة إحياء جزء هام من ذاكرة المدينة التي يزيد عمرها عن 2000 سنة. المشروع يتمثل في إعادة تأهيل السويق السفلى وإعادة إنشاء عديد المباني بهذه المنطقة حسب طابعها المعماري الأصلي، وكذا ترميم الدروب القديمة، الزوايا والمساجد العتيقة. تحدث والي الولاية عن هذا المشروع الطموح والمعقد، مؤكداً أن هذه التظاهرة الثقافية ستكون فرصة سانحة من أجل تحسيس المواطنين أكثر بالجهود المبذولة من أجل إعادة تجديد التراث المعماري. في إعادة الاعتبار إلى المدينة القديمة، إلى السوق، إلى البناءات القديمة، إلى الفنادق، إلى الزوايا، إلى المدارس، وإلى متحف أحمد باي. هذا كما قلت، احنا رايحين بالنسبه للزوار نتاعنا نعرض عليهم يعني عينه نتاع الاشغال، لان كما قلت ماهوش ممكن من السهل يعني باش نطرد في بدايه جديده، لكن باش يعني نعيد الاعتبار وندخل اصلاحات على او على على بناية تقديم، هذا ماهوش من الأمر الهين. وبالتالي رجائي يعني فرصة يعني باش نلفت الانتباه القارئ خاصة رجال الإعلام، باش يعني يميزوا ما بين هذه العملية اللي كما قلت يعني تتطلب وقت، ما كان حتى بلاد عاودة هيئة تراثها في سنة أو في سنتين أو في ثلاثة أو في أربعة. العمليات تتطلب 20 25 سنة. المهم هي المثابرة والمواصلة وعدم التوقف. تطرق رئيس الجهاز التنفيذي المحلي مطولا لانعكاسات هذا الحفل الضخم، مؤكدا بأن الحدث سيسمح باستحداث مئات مناصب الشغل. أكيد أن هذا المشروع عنده تأثير، ماهوش من بعد 2015، قبل 2015، بحيث كما كنت لاحظوا فيه عشرات باش ما نقولش مئات نتاع المناصب نتاع الشغل اللي تفتحت نتيجة يعني انطلق في انجاز هذه المشاريع. ما نقولش العشرات، نقول مئات باش ما نقولش الالف. هذه نفس الشيء بالنسبه عند في الايام هذه القليله المقبله، راح تشرع المحافظه في توظيف العديد من الطلبه والطالبات من الاطارات اللي رايحين يأطروا هذه التظاهرة، ورايح نشرح كذلك في توظيف العديد من الإطارات اللي رايحين يأطروا ويسيروا هذه المرافق الجديدة خاصة.
تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015 تحد كبير، ولسير طلعة عتيقة كل الحظوظ لرفعه من أجل الارتقاء إلى مصاف الأقطاب السياحية والثقافية المستدامة.